محمد طارق الوطن، جريدة الوطن. سؤالي لحضرتك، في حالة فوز المرشح السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ما هي المشروعات والملفات التي سيوجه سيادته باستكمالها كأولوية؟ أو بصيغة أخرى، لماذا فترة ثالثة وإيه اللي هيختلف فيها؟ طيب، لماذا فترة ثالثة لنكمل ما بدأناه؟ أتصور أن الرؤية ستنطلق وستبنى بشكل أساسي في المرحلة المقبلة على بناء الإنسان المصري. طيب، بناء الإنسان المصري هو طول عمره أولوية وهدف، لكن لماذا لم يأتي في المرحلة السابقة؟ لأن بناء الإنسان المصري يلزمه بنية أساسية. نحن لا نعلم في أي دولة من دول العالم بنية أساسية مجانية أو تنمية مجانية. سيد المرشح الرئاسي قالها أكثر من مرة، علشان تتعلم وعلشان تتعالج لازم يبقى في مدرسة ولازم يبقى في مستشفى ولازم يبقى في طريق. إحنا عدينا المرحلة الصعبة، عدينا بالمناسبة القطاع الخاص في المراحل الأولية ومراحل اضطراب الدول، مع كامل احترامي يحجم لأن المخاطر عالية. الدولة لها دور اجتماعي، قامت الدولة المصرية بهذا الدور الاجتماعي على أكمل وجه. لا توجد تنمية مجانية، يجب أن ندفع ثمن التنمية، ويجب أن وأي تنمية حقيقية تستلزمها بنية أساسية قوية، وده الحمد لله إحنا عملناه. لكن في المرحلة المقبلة سيكون هناك تركيز أكبر وجاهز للانطلاق نحو بناء الإنسان المصري. هناك رغبة أكيدة وثيقة في دعم الحياة السياسية، ولعل بذور هذه المسألة ظهرت وبشكل واضح في الحوار الوطني اللي هو يعني ضم جميع أطياف المجتمع المصري من يمينها إلى يسارها. ده فيما يتعلق بالجانب السياسي. أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، نحن نستهدف وبشكل أساسي توطين الصناعة، تقليل الواردات، زيادة الصادرات. دي كلها حاجات احنا ان شاء الله هنستهدفها في المرحلة المقبلة. فلكل هذه الأسباب كما يقول القضاء يعني فترة ثالثة ان شاء الله.